جاء ابني طلع بده يطلع، اتصلوا فيه رفقاته قالوا له بدنا نطلع على قبرص، قال لهم اوكي. اتصلوا في اتصل فيني قال لي ماما بدي اطلع. علينا عمي سلطان. لكن أن يبقى مصيره مفقود وغامض في ظل الصمت، إذا بدي أعتبره أنا لبناني ودولي عنه، هيدي جريمة بحق الإنسانية. أنا أمه لفؤاد محمد هنادي المفقود، مواليد 1998، طلع 12/12 القريب 12/12/2023 فقد الاتصال فيه عند الساعة 7 صباحا. سارعنا لناخذ الإجراءات التالية: أولا التواصل مع الـ UNHCR بقبرص ولبنان، قدمنا شكوى بالفريق المعني الاعتقال التعسفي بجنان لمراسلة السلطات القبرصية بشكل عاجل. حتى اليوم ما في عندنا أي معلومات. كان عم يشتغل هو وعمره 11 سنة عند القصاب، طلع 400 جنط ويفوت 400 جنط وهو طفل عمره 11 سنة. رجع بعد ما اشتغل شغلة الدواليب، رجع صار يشتغل بنجارة الباطون. نتيجة شغله بنجارة الباطون صار معه ديسك، وقع بأرضه ضل 4 أشهر هو وقاعد بالأرض. من شغلي لشغلي صار يشتغل من هون لهون كرمال ندفع أجار البيت ويعيشنا ويصرف علينا. عطر كتير وتشحر كتير، لو ما القل والزل ما طلع ابني، ما كان بده يطلع. وبنفس الوقت ما معه هوية، إجا طفل ابن 11 سنة، نحن بسوريا ما بيعطوه هوية. راح ليعمل هوية كمان، ما رفضوا يعملوا له هوية، بدهم ورقة من شعبة التجنيد. شعبة التجنيد إذا بده يروح لهونيك بده يسيروه على الجيش، وأنا جبت أولادي من الحرب، ما كرمال ابعتهم عاد على الجيش، كرمال عيش أنا وياهم مستورة. أما لبنانيا حاولنا جاهدين، اولا تقدمنا بكتاب لوزير الخارجيه اللبناني بالمركب الاول بعد فقدان الاتصال في اكثر من شهر. للاسف بقول لك وزير الخارجيه لم تتواصل معنا. قدمت بادعاء امام النيابه العامه التمييزيه ضد مشغولين لمعرفه اخر ظهور الانترنت بالمكان اللي طلع في المركب الاول، الموضوع ما زال قيد التحقيق لدفع المعلومات. بيعطونا صوره باول الليل بالبحر وثاني صورة 7 إلا ربع فيديو عم يصيحوا على بعضهم يا شباب فلان باسم فلان وفلان. آخر شيء وصلني منه هذا الفيديو، ما منه شخصيا، من أخوه للشاب اللي رسل له. هذا كان آخر تواصل وفاض اتصال معه كله. كل أم من أمهات هالقارب عم تبكي بدال الدم، الدمع دم، دم بده أولادها، وأنا مثلي مثله. أنا إلي عينتين، أنا عم بطلب من الله ما يطفي لي عين من العينتين، لأني أنا عندي صبر وعندي إيمان بالله، بس بالأخير أنا بنهار. كفر